وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنقدمها مع بعض هتكون ترافل تشيز كيك، وتاني حاجه هنقدمها مع بعض هتكون فلفت كيك بلون اللافندر. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الحلويات دي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي ترافل تشيز كيك. ومقادير التشيز كيك بالنسبه للقاعده هيكون عندنا 1.5 بسكوت شوكولاته مفروم وثلث كوب زبده. بالنسبه للحشو هيكون عندنا 400 جرام شوكولاته مذابه، 1 كوب كريمه، 1 كوب كريمه حامضه، 400 جرام كريم تشيز، 1 علبه حليب مكثف محلى، 2 معلقه صغيره روح اللوز، و4 بيضات. بالنسبة للجناش هيكون عندنا 1 كوب كريمة و300 جرام شوكولاتة داكنة. هنبتدي بالقاعدة بتاعت التشيز كيك. هنحط البسكوت الشوكولاتة المفروم ومع الزبدة المذابة، هنقلبهم مع بعض كويس. بعد كده هنجيب صينية التشيز كيك وهنحطهم في الصينية. هنضغط عليهم علشان يمسكوا في بعض، وطبعا هندخلهم الفرن لمدة 5 دقايق لحد ما نحضر حشو التشيز كيك. هما هيكونوا اتحمصوا شوية وبقوا جاهزين زي ما احنا شايفين، ضغطنا عليهم بالشكل ده ويدخلوا فرن 5 دقايق. ده كافي جدا ان هو يبقى جاهز. هنحط الكريم تشيز في البول بتاع العجينة. وهنحط معاها الكريمة الحامضة. هنضربهم مع بعض. بعد كده هنزود الحليب المكثف المحلى. والبيض وروح اللوز والكريمة. نضربهم مع بعض.
وبعدين وهو شغال على الخفيف خالص كده نبتدي ننزل الشوكولاتة. كده حشو التشيز كيك يبقى جاهز. الكراست او القاعدة دلوقتي زمانها جاهزة. نطلعها ونحط. حشو التشيز كيك فوقها ونقلب برضو عشان نتأكد ان ما فيش اي حاجة ما اختلطتش كويس مع بقية المكونات. وطبعا مع التشيز كيك لازم بنحط باميري او حمام مائي. وبعدين بندخلها. ودلوقتي نعمل الجناش اللي هنحطه عليها بعد ما تطلع من الفرن ونسيبها تبرد لحد درجة حرارة الغرفة، وبعدين ندخلها التلاجة على الأقل 4 ساعات، ويفضل طبعا طوال الليل علشان تمسك كويس. لما الكريمة تغلي هنضيفها على الشوكولاتة ونقلب لحد الشوكولاتة تسيح مع الكريمة، ويبقى كده عندنا الجناش. اوكي، الكريمة خلاص بتغلي، نحطها على الشوكولاتة. وهنسيبها لحد ما تسيح خالص ونفضل نقلب لحد ما يبقى عندنا جناش الشوكولاتة، وبعدين طبعا هنسيبه لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة علشان نقدر نستعمله لنزوق بيه التشيز كيك. اوكي، هي كده خلاص دابت، ودلوقتي ممكن نسيبه لحد ما يوصل لدرجة حرارة الغرفة. ده بيكون شكل التشيز كيك بعد ما بتطلع من الفرن، وبندخلها التلاجة طول الليل. احنا سبناها ودلوقتي هي جاهزة نزوقها بالجناش. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي الترافل تشيز كيك، ويا رب تكون عجبتكم ويا رب تجربوها. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض.
وسهلا بكم. نعمل تاني وصفة حلقة النهاردة اللي هي الكيك الفلفت البلون اللافندر. ومقادير الكيك 1.5 كوب زبدة، 2.5 كوب سكر، 6 بيضات، 3 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 0.5 معلقة صغيرة ملح، 3/4 كوب لبن رايب، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ولون لافندر. بالنسبة للجليز هيكون 3 كوب سكر بودرة، 4 معلقة كبيرة لبن، 1 معلقة صغيرة فانيليا، ولون لافندر. هنبتدي بأننا نحط الزبدة. وهنحط معها السكر. هنضربهم مع بعض. هنضيف الفانيليا للبيض، وهنضيف المكونات الجافة اللي هي البيكنج سودا والملح، للدقيق، وهنقلبهم مع بعض. ونبتدي نضيف البيض للزبدة والسكر. نقلب علشان نتأكد ان كل كمية الزبدة بتتقلب كويس مع البيض. وبعدين نكمل اضافة البيض. دلوقتي هنضيف الدقيق واللبن الرايب. طبعا بما اننا استعملنا لبن رايب، احنا استعملنا البيكنج سودا لان البيكنج سودا قضوية واللبن الرايب حمضي علشان يتفاعلوا مع بعض كويس والكيك بتاعنا يرتفع. وطبعا بعد ما بنضيف الدقيق احنا مش بنحب نضربهم كتير علشان ما نقويش خيوط الجلوتين اللي في الكيك، وتبقى الكيك بتاعتنا تفضل طرية ومرملة. وبكده احنا نكون خلصنا خليط الكيك وجاهزين ان احنا نحطها في الصواني. بس طبعا بنقلب علشان نتأكد ان كل حاجة اختلطت ببعضها كويس قبل ما نوزعها على الصواني. فاضل ان انا احط اللون قبل ما احطهم في الصواني. اوكي، ما حطيتش اللون اللافندر. هنجيب لون يكون موف او وهنحط منه شوية في خليط الكيك ونضربه
مع الخليط. وده اللي هيدينا اللون اللافندر اللي احنا شايفينه دلوقتي بالشكل ده. ودلوقتي نقلب علشان نتأكد ان اللون اختلط كويس ونحطه في صواني الكيك. اوكي، نحاول نوزعهم بالتساوي ونفردهم في الصواني. وهندخلها فرن بدرجة حرارة 160 وهتقعد في الفرن حوالي 30 دقيقة. دلوقتي نعمل الايسنج اللي هنحطه على الكيك. هنحط جزء من اللبن الاول وبعد كده نشوف لو هنحتاج تاني ولا لا. وهنحط الفانيليا وطبعا هنجيب اللون نحطش كتير في الاول ونشوف لو هنحتاج تاني ولا لا. كده الايسنج جاهز. هنجيب الكيك ونبتدي نحط شوية من الايسنج.
وبكده نكون خلصنا تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي الكيك الفلفت بلون اللافندر، ويا رب تكون عجبتكم إن شاء الله جربوها، وأشوفكم في الحلقة الجاية على خير الله إن شاء الله. Thank you.